السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، نحن من مؤسسة الهجرة من هولندا، جئنا إلى البوسنة والهرسك حتى نساعد الناس في هذه المصيبات التي أصابت كثيرا كثيرين من الناس. كثير من الناس فقدوا أبياتهم، وكثير من الناس ما عندهم الآن بيت. أما المؤسسة، نحن من مؤسسة الهجرة. هذه المؤسسة تجمع الناس من دول البلقان. عندنا نشاطات، مثلا حلقات العلم، ونحن نصدر مجلة إسلامية هي تسمى العصر. عندنا كذلك جمعية خيرية تسمى الرحمة. هذه الجمعية هي الآن تقريبا 10 سنوات هي تعمل في العمل الخيري. نحن في هذه الفترة أرسلنا مساعدات كثيرة. وأما هذا الفيضان الذي حصل في شهر ماي، أرسلنا شاحنة مليئة بالمساعدات إلى البوسنة، قيمتها كانت تقريبا 50 ألف يورو، وهذه المساعدة كانت كبيرة جدا. ثم بعد ذلك قمنا بجمع الأموال حتى نساعد الناس، فجمعنا تقريبا 50 ألف مارك، هذا يساوي تقريبا 25 ألف يورو. نحن جئنا الآن إلى البوسنة حتى نوزع هذه الأموال. زرنا بعض الإخوة وسوف نزور بعضهم. أنتم سوف تشاهدون بعض هذه المصيبات التي أصابت الناس هنا. نحن نريد أن نشير إلى همة والعمل الجماعي. فنحن جمعنا الأموال مثلا من الإخوة من تركيا ومن المغرب، ونريد أن نشكر الإخوة من صدقة في نقطة أنل. نريد أن نشكرهم على المساعدة، ونريد طبعا أن نشكر الإخوة هنا في البوسنة، خاصة منهم الماجستير الحافظ عدنان مركونيتش ومؤسسة سفيتلوست. وكذلك نريد أن نشكر الإخوة من مؤسسة إسلام mylife.com، هم ساعدونا حتى نصل إلى هؤلاء الناس الذين ما عندهم شيء، والدولة ما ساعدتهم بالكفاءة. فنريد أن نشكر كل من شارك في هذا الأمر المبارك، ونريد أن نحرض ونحث على التواصل في هذا العمل. نحن لن نقف بهذا، إن شاء الله سوف نواصل بهذا العمل المبارك. فساعدوا هذا العمل، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.